نحضر خبز الصاج بطريقة كتير سهلة وما شاء الله شو بيطلع طري. بنحتاج لأربع كواب من الطحين، ربع كوب من الزيت نفركهم مع بعض، نضيف معلقة كبيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الملح، ننزل بالمي رح تكون أقرب للسخنة، تقريبا نحتاج كوب ونص. لازم تتشكل معنا عجينة متماسكة لكن غير لاصقة، بنريحها 5 دقايق بعدها بنقطعها الكرات حسب رغبتكم بحجم الرغيف. تقريبا عملوا معي 12 كرة، حنكورهم بهاي الطريقة، نتركهم يرتاحوا. بيت أدهن الوجه لأنه هاي العجين ما فيها خميرة ولازم الوجه عنا ما ينشف أبدا. هون حفردها بهاي الطريقة لحتى تصير عنا جدا رقيقة، حطها على صاج يكون محمى تقريبا دقيقة من كل وجه، ونضل نقلب فيها ونضغط فيها بهاي الطريقة، ولازم نحطهم داخل فوطة رطبة ليحافظوا على رطبتهم. وبهيك فيكم تعملوا أطيب خبز سهل وسريع وبضل معاكم طري لمدة يومين، وكمان فيكم تحضروا فيه أطيب مناقيش سهلة وسريعة وما بتاخد معكم وقت بالتخمير. هون حطيت حشوة الزعتر، ولازم تكون النار كتير هادية حتى ما تنحرق معنا الخبزة. جربوها، كتير سهلة وسريعة وكتير خفيفة، وعقلبكم بالعافية.